طيب حضرتك عارف طبعا انه زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي انه الاعراض متشابهه مع البرد العادي، واحنا خلاص ما بقيناش نعمل المساحات، هل في حاجه لعمل المسح من جديد؟ هل في حاجه مثلا لاخذ اللقاحات ونرجع تاني لمرحله اللقاحات والكلام ده، ولا الموضوع بيقتصر على ان انا اعزل نفسي في البيت لفتره، والفتره دي برضه هتبقى قد ايه؟ هو ده المطلوب يا فندم. ليس مطلوب اخذ عينه الا في بعض حالات. شوف سيادتك، كل الغالبيه العظمى مش محتاجين حاجه حاجه. وهاجي لحضرتك تاني عشان النقطة دي مهمة قوي، لأن هتبدأ بقى تسمع ترويج شديد للقاحات. خدوا لقاحات واللقاحات جاية، عشان لا هي في ناس هتحتاج لقاحات هقول لحضرتك عليهم، إنما حاليا في الغالبية العظمى من هذه الحالات بتعالج ببساطة شديدة جدا زي ما قلت لحضرتك. لكن عندنا فئات اللي احنا بنتكلم عليها دايما، اللي احنا بنسميها الفئات التي قد تكون أكثر عرضة لبعض المخاطر. مين هم دول؟ كبار السن، من هو أكثر من 65 سنة، صغار السن قوي، ثم الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة، يعني اللي عندهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي، اللي عندهم أمراض مزمنة في القلب والأوعية الدموية، اللي عندهم أورام، اللي عندهم السيدات الحوامل، اللي عندهم أمراض مناعية، اللي عندهم ناس بياخدوا أدوية تثبط المناعة. هي دي هي الفئات التي تستهدف والمطلوب إنها تاخد تطعيم. على فكرة هذه الفئات احنا بنديها مش بس تطعيم ضد الكورونا ومتحوراتها، احنا بنديها تطعيم الإنفلونزا بالشتاء. واحنا طول عمرنا يعني تخصصنا أمراض جهاز تنفسي، طول عمرنا هذه الفئات احنا بنديها التطعيم الوقائي. وفعال يا فندم مع المتحور الجديد؟ اللي بيروح عمرة وبيروح حج بندي له بعض التطعيمات، بنقول خد تطعيم الانفلونزا، خد تطعيم التهاب السحائي، كل ده عشان لا يحمل العدوى من اي مرض وهو جاي. هذه الفئات هي اللي احنا هنقول هنطعمها. انما سؤالك مهم جدا يا استاذ شاذلي، هل احنا محتاجين لماسيف فاكسينيشن او نقول للناس روحوا كلكم اطعموا؟ لا، مش محتاجين هذا ابدا، ولا المنظمه الصحه بتدعو الى هذا. احنا كل اللي بنقوله الإجراءات الوقائية نمرة واحد. نمرة اثنين، اللي يجيله مشاكل من الفيروس وده محتمل طبعا، دي نسبة قليلة جدا، لابد يلجأ للطبيب المعالج بتاعه عشان يكتب له العلاج اللي ياخده. مش محتاجين ناخد انتيبيوتكس، مش محتاجين ناخد فاكسينيشن عام كده. طب هل احنا محتاجين نلبس ماسكات؟ اللي عنده بقى المرض ده هينزل لأي سبب حاجة ايرجنت يحط الماسك. أنا ما بطلتش استخدام ماسك حتى الآن.